ازاي تفكر انك تستلم الولد؟ ده ابني يا صافي. شعرفك انه ابنك، ليه ما قلتلكش انها كانت حامل؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني يمكن تكون غلطت وعايزه تلبسك الولد. غلطت؟ غلطت ازاي وهي في السجن؟ معرفش بقى. بعدين مش معقول اكون بتجوز علشان اعيش والسه فتره من حياتي، تجيب لي عيل عشان اربيه. بس انا هتصرف ازاي دلوقتي؟ تنسى كل حاجه. وبعدين هي امه ممكن تراها احسن مني ومنك. انا مش عايزك تفكر في الموضوع ده. احنا مش اتفقنا ننسى كل حاجه ونبدا انا وانت حياتنا من جديد؟ الولد تعبان قوي، عنده نزلة معوية حادة. في النار اللي في قلبي. هو انا هنا زي امك يا حبيبتي. يا حبيبتي انا اديتك العنوان تفوتي عليا عشان اطمن عليك وعلى اخواتك. اتفضلي يا ستي، ادي غويش وادي خاتم وادي الدبله وادي السلسله والخاتم فيها. خدي خدي زي باب النيل، ما اشوفش وشك هنا تاني. بالسلام. خدت أماناتك؟ أيوة. اتفضل. صباح الخير يا عم جابر. صباح الخير يا ست هانم. من فضلك عايز رغيفين وربع جبنه بيضه فوق. فوق فين يا ست هانم؟ فوق في شقتي، شقه 16. مين؟ ست حنان. الف حمد لله على السلامه. اتفضل. مالك يا عم جابر؟ يا ست الشقه باعها سمعت حد، اديلها يجي سنه وزياده. باعها؟ باعها ازاي؟ دي شقتنا. ما انا عارف، اتفق مع صاحب البيت، ادالا قرشين وغير له العقد. الدنيا فلوس يا ست هانم. ايه
ما شاء الله فراخ بلدي، تربيت ايديا وحياه عينيا، بالهنا والشفا يا حبيبتي. كتر خيرك، انا مش عارف ارد جميلك ده ازاي. جميل ايه يا حبيبتي؟ ده انت اللي عملتي فيا جميل ما انساهوش ابدا. اديكي شايفه يا ضنايا قاعده لوحدي، لا بيا ولا عليا ولا حد بيسال فيا ابدا، وحدانيه يا حبيبتي. سلطه خلي السلطه بعدين. طب واخرتها يا حبيبتي؟ هتموتي نفسك؟ ده انت الف من اتمناك وست سيده كمان. انا مش هرتاح ولا هيهنالي بال غير لما اعرف طريقه فين. طب وبعد ما تعرفي؟ ساعتها هتشوفي انا هعمل ايه. المناقصه دي مهمه جدا بالنسبه لي، لو اخدتها هقدر اثبت وجودي انا وشركتي في السوق، بعد كده هيبقى سهل جدا اني اخد مشروع المدينه السكنيه. انت خلاص مبقاش في عندك كلام غير مشاريعك وفلوسك والمدينه السكنيه؟ نسيت انك راجل متجوز، مراتك محتاجه شويه اهتمام منك. انت عارفه كويس ان اهم حاجه في حياتي هي شغلي. انا ما اتجوزتكش عشان اقعد طول النهار والليل لوحدي ولا اقعد ابكي في التليفون لغايه مساء او اكلم نفسي زي المجانين. انا قلت لك يا بني ادم عايز اعيش، انا عايز اعيش اعيش. انا ست غنيه، انما انت خلاص الارقام نحست مخك ما بتشبعش، كل ما بتوصل للرقم عايز اكتر واكتر واكتر. الارقام هي مقياس النجاح، وانا احب ابقى ناجح. ما عنديش استعداد اقعد جنبك، هدور على كلام فارغ اقوله لك. مفيش منك امل. ورا العربية دي يا اسطى من فضلك. فريرة. كلمت وزير الاسكان في الموضوع ده وعدني ان هو هيصرف لنا الكميه اللازمه خلال يومين ان شاء الله. الو؟ ايوه يا فندم موجود. المدام. الو؟ اهلا يا حبيبتي. لا 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 مش هتاخر، مسافه السكه يا دوب. طيب يا حبيبتي مع السلامه. مش عاوزين مني حاجه تانية؟ نقدر نتسلم يا فندم. شكرا يا فندم. نفسك 200 جنيه مكافأة. متشكر قوي يا فندم. كنت حاطط سيادتك تشرفني شوية في الصلاة بتاعتي. هتلاقي جو يعجبك قوي. هيحصل. بس معلش اليومين دول أنا دماغي مشغولة شوية. ما هو عشان كده عايز أروقهالك. أنت عظيم في كل حاجة يا حسن. متشكر يا فندم. Thank you.
لو سمحت يا المزيد الاعلان بينزل في اول صفحه الصبح. حاضر. شكرا. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. سامي ابراهيم صحفي في جريده الاقتصاد. اهلا يا فندم. اتفضل. انا جاي اخد حديث عن نشاط الشركه. احنا فندم النهارده بنعتبر من اكبر شركات المقاولات في مصر، وان شاء الله السنه دي باذن الله هيمتد نشاطنا لجميع الدول العربيه. محمود ارجع بينا المكتب تاني. طيب اقدر اعرف راس مال الشركه قد ايه؟ راس مال الشركه مش اقل من 2 مليون جنيه. مدفوعين بالكامل؟ طبعا يا فندم. بس حجم مشاريعكم اكبر من الرقم ده بكتير. طبعا، لكن لازم تعرفي سيادتك ان احنا بناخد قروض من البنك بتوصل ل 90% من حجم العمليات بتاعتنا. امال يا فندم؟ وبتتعاملوا مع بنك ايه؟ احنا يا فندم بنتعامل مع بنك الانفتاح لانه بيثق فينا جدا وفي انجازاتنا. احنا شركه يا فندم سمعتها في السوق زي الجنيه الذهبي. في حاجه يا فندم؟ لا لا، بس نسيت دفتر الشيكات. طبعا احنا بنعمل حديث يا فندم مع الانسه لجريده الاقتصاد عن نشاط الشركه. عظيم عظيم. اديها كل المعلومات اللي هي عاوزاها. تحت امرك يا فندم. طبعا طبعا. مدحت بيه صاحب الشركه زي العسل. ورقبتيه المده دي كلها من غير ما ياخد باله؟ يا خرابي. وشفتيه بعينيك الجوز دونوس؟ سكت ازاي؟ صبرت ازاي؟ جالك قلبك ازاي؟ ده انا لو منك كنت طبقت في زماره رقبته وسبته يمشي من غير زماره. الموت مش كفايه يا فهيم، الموت ممكن يريحه. انا عايزاه يدوق اللي انا دقته، عايزاه احرق قلبه زي ما حرق قلبي. انا عايزاه يخش السجن وربنا يرزقه بواحد زي زكيه وما يلاقيش اللي يخش عنه. اهلا سعاده البيت. في صندوق في شنطه العربيه، عايزك تاخده مع المستر محمود وتطلعه لزكي بيه فوق. من عناية. حاضر. يلا يا محمود. هنستنى كتير يا ست حنان، انا لسه عندي مشوار المرور، هجدد الرخصه. الله، جريس انت متولي، ما قلت لك حولك عن التاخير ده. هم سارقين حاجه منك يا ست حنان. مالكش دعوه، بس اطلع ورا العربيه دي. ايوه بس انا لسه ورايا مشوار المرور. جريئة متولي. طب انا هقول الفهيمة. لا هطلع. تعرف يا فهيمة لو اقدر اخش شركته في غيابه هقدر اعرف حاجات كتيرة قوي عنه. بس ازاي ادخل؟ هي دي المشكلة. مشكلة انك انت عايزة تخش شركته من غير ما يعرف. يا ست ما هياش مشكلة عبيصة ولا حاجة. ازاي يا ست؟ سيب المسألة دي عليا انا. بس انا عندي بقى حتة فكرة انها متجنن. ايه رأيك لو اتعرفت على مراته وصاحبتيها؟ مراته؟ لا. تعرف على مراته ده ايه؟ لا يا حبيبة قلبي، مراته دي سكة. اصل بقى الرجالة اللي من الصنف ده يبقى سره مع مراته. فانت بقى لو اتعرفت على مراته وجرجرتيه في الكلام هتقولك على كل حاجة عنه. عيب ده، انا فهيمة. شعرك وتسريحتك يا مدام. ميرسي. ولبسي واضح ان عندك ذوق في كل حاجه. متشكره يا بس قولي انت لابسه اسود ليه؟ على جوزي. على الباقي في حياتك؟ حياتك الباقي. متوفي بقاله كتير؟ بقاله سنتين. سنتين؟ ولسه لابسه اسود عليه؟ ده باين عليك ان مهنيكي قوي. كل واحد بيعمل باصله. تعرفي قبل ما نتجوز ما كانش يفوت ثانية من غير ما اسمع منه كلمة حلوة، وبعد ما اتجوزنا دايما في البيت قاعد ساكت كأني عايشة لوحدي. يا تعرفي يا ميرفت. اهلا، انا اسمي سفينة. اهلا. تعرفي يا ميرفت
وانتي بتتكلمي كانك بتتكلمي عني انا وجوزي مدحت بالظبط، واللي يزيد عليه ان كل دماغه في شغله كانه هيلم فلوس العالم كلها دلوقتي. تليفون عشانك يا بنات. لازم سلامته ويعتذر انه يجي ياخدنا. هو جوزك هيجي يوصلك؟ مش عارف، هشوف هيقول لي ايه في التليفون. استنى. لا طبعا مش ممكن، قلت لك 100 مره لا. يبقى خلاص تشوفني يوم الخميس في النادي. كانها صدق. اوكي باي باي. هو مين؟ جوزك. لا يا ماما اصل وحشتها موت. مدام خلصت؟ خليني انا بقى اشوفك. ها؟ انا باجي هنا كل يوم ثلاث. ان شاء الله. باي. يعني ما قلتليش ايه رايك في شعري؟ مدحت ايه مالك؟ في حاجة؟ ابدا، دي حاجة مش جديدة عليه. اوف اسف، اصل كنت بفكر في مراسلة وزارة الاسكان. انا وفرت لك كل اللي يخليك تعيش في اعلى مستوى. تقدر تقول لي عايز ايه اكتر من كده؟ ما ترد. انا بشتغل علشان ما اسمعش منك الكلام ده. بشتغل علشان احقق ذاتي، عشان ما تقوليش انك انت اللي عملتيني. مهما عملت مش هتقدر تنكر الحقيقه دي. اسمع مدحت، لو استمريت معايا بالاسلوب ده انت اللي هتندم. النهارده الصبح وانا عند الكوافير في واحده قاعده تنزل في شعري ولونه. المره الجايه هيبقى بدلها واحد، ساعتها مش هعرف اعمل ايه. تصبح على خير. زي ما اتفقنا يا خفيف. الرجال نعم يا اخويا الرجال.
ده حركات الاستقوم بتاعه.